السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم طريقة زراعة الجلبانة من البذور خطوة خطوة. فاتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو، واتمنى تشاهدوا الخطوات. وطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه شكل بذور الجلبانة اللي ان شاء الله حنزرعها. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم، طبعا هذه البذور اخذناها من يعني الجلبانة نفسها وجففناها لمدة تقريبا شهرين كاملين. مثل ما تلاحظوا صارت جاهزة للزراعة. فطبعا مثل ما تلاحظ وان شاء الله هذه البذور حيتم وضعها لمدة 6 ساعات في الماء حتى تسرع عملية الانبات. فان شاء الله حيتم وضعها في الماء حتى تسرع لنا عملية الزراعة. بس ما تلاحظ امامكم هذه شكل البذور، بذور الجلبانة او البازلاء بس ما تلاحظوا. وحنتركها في الماء لمدة 6 ساعات. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه شكل الجلبانة بعد ما اتمينا وضعها في الماء لمدة 6 ساعات كاملين. مثل ما تلاحظ امامكم، فاول خطوة حنقوم بيها حنعمل مثل ما تلاحظ امامكم الـ4 خطوط. مثل ما تلاحظ امامكم هذه الـ4 خطوط حيتم عمل 4 خطوات مثل ما تلاحظ امامكم بهذه الطريقة. طبعا بالنسبة للعمق من 3 إلى 4 سنتي، وبالنسبة للمسافة ما بين الخطين يعني من 20 إلى 30 سنتي. مثل ما تلاحظ امامكم حيتم عمل الخطوط مثل ما تلاحظ امامكم. حنعمل الخطوط وانفرجيكم الصور. وطبعا مثل ما تلاحظ امامكم الخطوة الثانية بعد ما اتمينا عمل الخطوط، مثل ما تلاحظوا بنبدأ نحط البذور مثل ما تلاحظ امامكم بهذا الشكل. هذه طبعا البذور تقريبا المسافة يعني 5 سنتي مثل ما تلاحظ امامكم، بيتم وضعها بهذه الطريقة. وحنكمل بقية الخطوط وانفرجيكم الصورة. وطبعا هذه الصورة النهائية بعد ما اتمينا وضع البذور مثل ما تلاحظ امامكم. طبعا هذا نفس المكان اللي زرعنا فيه الفاصوليا، اتمينا عزيق التربة يعني، وأضفنا السماد البلدي أو السماد العضوي حتى بنشط التربة. وإن شاء الله مثل ما تكلمت الخطوة الأخيرة حيتم ري البذور. بالنسبة للإنبات حيستغرق يعني من 10 أيام حتى تنمو البذور، وإن شاء الله حنتابعها لغاية الحصاد. إن شاء الله حنبدأ نروي كل 5 أيام بانتظام. أتمنى منكم تتابعونا من اليوم حتى إن شاء الله نتابعها حتى للحصاد. فإن شاء الله حنروي كل 5 أيام، ما نسمتش حتى إن شاء الله نذكر في حلقات قادمة نذكر موعد التسميد. وحيتم تغطية التربة. ومثل ما تلاحظوا بعد ما يتم تغطية التربة حنستوي الخطوط، وإن شاء الله حنتابع النبات لغاية الحصاد. وأتمنى لو في سؤال تكتبوه لنا في التعليقات. وإن شاء الله هلأ حيتم ري النبات، وحنستنى بإذن الله الإنبات، وإن شاء الله حنتابع كل الخطوات بالنسبة لمحصول الجلبانة أو البازلاء. فلو في سؤال مثل ما قلت تكتبوه في التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.